النائب العام انه جميل هو اللي خطفك يعني، وقال انه كان مفكرك انك ميتة، وقال ما حضر الجنازة من زعله عليك. حبيبك نايم هلأ بقبرك تحت الأرض يا نرمين، والدود عم يأكله. ساروته صارت لألي كلها، ورح ورجيكي لحتى تصدي. ليكي جزء من مصاري هون. التافه كان بده يهرب، جميل الغبي فكر حاله فيه يهرب مني، وكل الناس فكروه هرب. مدحت بدي اياك تاخد هالجواز وتعمل له خروج لبرة البلد، تفعلهم قد ما بدهم، وهيك بيكون طلع بشكل نظامي من البلد. قال جميل متصل فيه على الموبايل وقايل له ما بقى فيني دير بالي على نيرمين، وبهيك عرف انه لساتك عايشة. تصوري عطيهم تاريخ اليوم اللي حاكي فيه جميل معه، يعني ما بعرف كيف مزبطة، يمكن كان محتفظ بالموبايل تبعه لهيك متذكر. نيرمين خانو اسمعيني منيح، إفادتك بهالقضية كتير مهمة، لو سمحتي ما حدا فيه يحطه بالسجن غيرك، لأنه أنت الوحيدة اللي بتعرفي الحقيقة، واعترافاتك رح تخليه يروح مؤبد. ساعديني وساعدي حالك، سكوتك رح يفيده لهالواطي ويخليه يطلع من الموضوع. أنا كنت مفكرة أنك العدو اللدود لفرحات. مزبوط، أنا فعلا هيك، كان لازم تقتلني لو كنت عدوه. ما عم بفهم أنت شو عم تحكي، يعني ليش لحتى قتلي؟ لو قتلتني كنت وجهت له ضربة كتير كبيرة، بس ما عملت هالشي، رحت جبت الشرطة، وأنا وأنت هلأ نعتبر بعداد الأموات. ليكي أنت ما في داعي تخافي منه، أنت بأمان، لا تخافي، قولي اللي بدك ياه ولا تخافي بنوم. سكوتي هذا له أسباب يا مهند، روح الله يخليك. لكن إرمين خان، فرحات هلأ جوات السجن والنيابة بلشت تتحقق، يعني إذا بتحكي اللي بتعرفيه بتخليه يروح مؤبد، فهمي علي؟ كلمة واحدة منك للمحقق بتقلب كل موازين التحقيق لصالحنا. فرحات ما رح يصير له شيء، وما رح يسامحنا على اللي عملناه، رح يحاسبنا. الله يخليك روح واتركني. نيرمين خانم ساعديني وساعدي حالك، هالشي لمصلحتي ولمصلحتك. انت ضيعت فرصة الانتقام منه، وهي الفرصة ما بقى رح تصح لك. روح مهند. لو سمحتي انا. شكرا لكم، يعطيكم العافية. الله يعافيك. يعطيكم العافية شباب. الله يعافيك. شو صار؟ مو رضياني تحكي، ميتة من خوفها. استغفر الله، لك يعني من شو خايفة؟ واضح انه في شي عم بتحاول تخبيه. شو هالحظ هاد؟ اخ يا علي، بس لو لقيت جثة جميل كانت انحلت كل المشكلة وخلصت من هالكلب فرحات. بس هالتافه عامل احتياطاته، رايح مطالع جثة من القبر. لعمى شو ندل؟ لك خلصنا بقى، تركنا منه، صار هلا بايد الشرطه. انت عملت يلي عليك، خبرت عنه وخليت الشرطه تكمشه، لسه شو بدك تعمل اكثر؟ انت لهون دورك انتهى، خلي القانون ياخذ مجراه. لك انت تعبت بما فيه الكفايه. ليك من اليوم لازم ترتاح، هدي لي اعصابك. خلص هو صار بالسجن، اطلع فيني، المشكله انتهت. شو بدك تضل حاطط لي العقده بين عيونك؟ لا تكون نسيان كيف الواحد بيضحك. أنا عندي اقتراح، المسا بناخد البنات وبنروح كلياتنا بنحتفل بشي مكان. إيه والله قلنا زمان ما سهرنا مع بعض، خلينا نطالع فرق الأيام الماضية. ماشي؟ ألو، ما عم باخد رأيك، أنا عم بأمرك. تحت أمرك. إيوة، برافو عليك يا بطل، يلا امشي.